السلام عليكم، اجيو نلعبو شي شويه ونشوف واش كاين شي نيفو في داكشي ديال الكره ولا والو. يلا قربوا قربوا، الماتش بدا. في الثمانينات كانت عندنا فرقه واعره فيها الزاكي والبياس طولمي بودربالة تيمومي، ولعبنا ثلاثه ديال المرات دمي فينال ديال لاكوب دافريك. ثلاثه د مرات خسرنا، ولكن مع الفرقه اللي دات لاكوب دافريك. في 88 خسرنا مع الكاميرون في كازابلانكا، في 86 خسرنا مع مصر، وفي 80 نيجيريا، كوت ديفوار، غانا.